كمل يا شيخ العرافين كمل. بقولك ايه، الانسيال اللي اتقطع في البيت اللي مراتك قطعته. بس بقى يا عم، بس اهدى اهدى شوية. في كلام ده منفعش تقال. والله والله تعمين الانسيال ده يا حمو. انا قلت لك مش دعوه بيه. طب ما قولي له طبعا دكتور. ولا ليا كلام عليه. مين اللي جاب لك الانسيال؟ وخلي بالك ملمس ومعدي الفلنكات. ما ينفعش يا عم الكلام ده، بقول لك ما ينفعش. حصل ولا ما حصلش؟ حصل، بس خلاص بقى يعني، خليه بيني وما بينك. وحياة النبي. بقول لك ايه يا عم، اقعد بقى. البنتين اللي كانوا معاك في العربيه. يا نهار اسود. بقول لك عيب، انت بتجيب الحاجات دي منين طيب؟ حد يا راجل يسيب. يا نهار اسود، مراتك سمع كل حاجه. كله. مين اللي كانوا معاك يا حمو؟ والله ما اعرفهم. مش معاك في العربيه؟ انا مش عارف جولي منين دول. يعني ركبوا في العربيه غصب عنك؟ ده كانوا واقفين بره في العربيه، وهي سمعت كل الكلام وقلت لها سيون جميل ومبسوطين. ما بص، انا ما بحبش الالغاز. اعترف بقى وقول ايه القصه دي. قاعد في العربيه لابس سماعه، السماعه رنت على مراتي فتحت لابس ساعه اللي هي فيها التليفون. الساعه فانا بقى عمال اقول للبنات ده يوم جميل وكان يوم حلو، وهو طلع عليا يوم اسود في الاخر. بنات مين بقى؟ صحابي. كنت بتخلبص. البيت اتكسر. بس انت مين قال لك؟ ده انا سايبك جوم يا حمو البيت يا حمو. بس ما ينفعش، والله ما ينفع. بس ما قلتليش مين اللي كان جايب لك الانسيال برضو. اتقطع. هي دي اللي كانت في الفرح يا حمو؟ ايه؟ لا والله العظيم لا. بس وحات النبي، والله هتحصل مشكلة. والله خلي بالك هتحصل مشكلة. أنا بفهمك. مش هتكلم من الصغير. المشكلة حصلت خلاص بقى يا حبيبي. هو مش عايز يرد على ده. هو من حقه. السؤال ده مش هرد عليه.